السلام عليكم، ان شاء الله راكو لاباس، ان شاء الله راكو بخير، ان شاء الله المتتبعات تاعي وين ما كانوا يكونوا باحسن الاحوال. نرحب بكم كامل، نقول لكم اهلا وسهلا بكم، نورتوا القناه. خياتي اليوم راني رجعت لكم بالجزء الثاني تاع الروتين اللي درتو في دار اختي. درت لكم الجزء الاولاني، الناس اللي مازال ما شفتوش حنخليه لكم باذن الله الرابط هذاك في تعليق مثبت، هكذا تشوفوا الجزء الاولاني وتزيدوا تشوفوا الجزء الثاني. والناس اللي شافتو وكانت تسنى في هذا الجزء الثاني نقول لك ارواحي يا لاله، رانا جينا ودرت لكم اليوم الله يبارك فيديو طويل عريض، كي نقول لكم راهو فات النص ساعه. المهم الناس اللي يحبوا الفيديوهات القصار حقكم عليا، راهو اليوم تاع الصح في مهندو هذا الفيديو. المهم هنا رانا في البالكون، حبينا نحطوا هذيك القهوه تاعنا هكذايا في البحوري، حلينا التواقي كما راكم تشوفوا هذيك القهوه تاع الصباح، قلنا نشربوا هاد الخبيزه تاع الموسكوتشو اللي دارتها ماريا الله يعطيها الف صحه. يعني هدايا كيك ودارتو في المول تاع الموسكوتشو، يعني كفكره برك خياتي، حتى الكيك ولا الوصفه تاع الكيك تقدروا ديروها في هاد الوصفه تاع الموسكوتشو، يجي الشكل تاعها بزاف بزاف مميز. شبحتها هكذا كما راكم تشوفوا بلوز ايفيلي ودارت كامل هذا الورد المجفف من الفوق. المهم حطينا هذيك الميده تاعنا وجزنا نشربوا هذيك القهيوه اللي كنا ملمومين عليها. واش راح نقول لكم خياتي، واحد الاخت سقساتني في الفيديو اللي فات قالت لي انا نوال يعني وشنو هما الحكايات اللي تحكوهم ابار الطياب ولا الماعن ولا يعني هاد الحكايات العاديين كي تتلموا في هاد اللمات. اول حاجه نوجه لها تحيه لهاد الاخت ونجاوبها على سؤال، يعني احنا كي نتلموا ما يكونش عندنا هذاك الموضوع المحدد اللي رانا حابين نحكو فيه، يعني القعده تكون تلقائيه واللمه تكون تلقائيه. مرات نحكو على حاجه تكون بالك صرات سور بلاس، امور هكذايا اللي صراو في اليوميات تاعنا، بالك تسترجعي الاحداث وتحكي على حكايه ربما ضحكاتك راكي حتضحكي، ربما بكاتك كي حتعاودي تسترجعي هذوك الاحداث وتاني تاكي رايحه تبكي. يعني احنا بشر كي نتلموا هكذايا نحكو في كلش، امور الدنيا والدين كل حاجه راكي رايحه تحكي عليها. نحكو على ولادنا، نحكو على الطياب، نحكو على قرايتهم، نحكو على المستقبل تاعهم، كل وحده واش راهو في راسها هكذايا تحكيه، اللي راهي متمنيتها تحكيها، حتى هذوك الافكار الغبيه تاعنا ربما رايحين نناقشوهم هكذا مع بعضنا. على بالكم الانسان اللي تكوني مرتاحه معاه، يعني تهضري من غير قيود، تهضري حتى ولا هذيك الحاجه على بالك اللي ما تقدريش تقوليها لاي انسان مع هذاك العبد اللي بخوش لك كما قلت لك، حتى ولا هضرتيها وكانت هكذا يا ديكا راهو رايح يضحك وراهي رايحه تحبس تما. هذه هي يعني هذو هما الامور اللي نحكوهم كما يحكوا كامل السيدات كي يتلاقاو هكذايا مع بعضهم. وحاجه بينك كيما مداريا نقول لكم دائما، من عبد العبد تختلف المعامله، هذاك العبد اللي بخوش لينا ولا ما نقولوش يا سيدي بخوش، هذاك البنادم اللي مدارين معاه رانا نعرفوا العقليه تاعو، نعرفوه واش يحب، نعرفوه واش يكره، بصح هذاك الانسان البراني ما راناش رايحين نقدروا في دقيقه نعرفوا العقليه تاعو. بالك حنا نقصروا قصره بنيتنا هو تجينيه، بالك يكون انسان كان، بالك يكون انسان منرفي، بالك يكون انسان يحشم، كل واحد والتركيبه تاعو، كل واحد البيئه اللي ناض فيها، كل واحد والتربيه تاعو. المهم حنا المفيد من هاد الحكايه كامل العبد هذايا اللي كي نتلاقاو به ولا كي يجينا ولا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه، نتعاملوا معاه يعني بطريقه لبقه باش هو يبدا يحس روحو آلاز، ومن بعد الا كان هو قصيري راهو في دقيقه راهو رايح يتاقلم مع هذاك الجو. يعني ولا غير الدنيا هذه ما فيها والو، كاين عباد تقعدي معاهم هكذايا ربع ساعه، انا نحكي على نفسي برك، كاين اخوات يجوني هكذا للصالون كي نكون ندير لهم هكذا نيتواياج دو بو، نقعدوا نقصروا نقصروا نقصروا. المهم كله باش راني نقول لكم كل انسان كيفاه، كاين الكلم وكاين اللي يقصر، كاين عباد تصيبي روحك هكذا تاقلمتي دقيقه معاهم ويقعدوا يقصروا ويضحكوا، ولا غير صراحه كاين عباد يخلوا واحد الاثر طيب كي يروحوا هكذايا يخلوا لك هذيك البسمه في الوجه، تصيبيها هكذا تقول لك انا راهي الدنيا كامل مزاقيه عليا وحالتي حاله، بصح تصيبي فيها هذيك الروح المريحة، تصيبي فيها هذاك القلب الطيب. يعني هاد الحاجات يتبعتوا من هذاك الانسان، حتى ولا كيما يقولوا هما مشاكلهم راسهم تقولك بصح انا نرمي عليا نضحك الدنيا ما فيها والو. هاد العباد كي تصيبوهم وكي تلاقاو بهم خياتي قصروا معاهم قد ما تقدروا، باسكو تاع الصح يطيبوا لكم هذيك الطاقه الايجابيه. ما رانيش نقول كاين انسان ما عندوش مشكل في داره ولا، بصح كاين الناس تحب ما تخرجش من هذاك النكد، تحب خلاص راهي زعفانه اليوم تقعد زعفانه غدوه، تقعد زعفانه غير غدوه، العام الجاي على سمانه على شهر يقعد هذاك الزعف دائما فيها. يعني هذا
راهو رايح يأثر عليه بالسلب، وانتي كي تحتكي بعباد دايما زعفانين. الناس كامل عندها مشاكل، كل واحد باش ابتلاها رب العالمين. وتصيبي ناس صابرين، عندهم ناس ولادهم كما نقولوا مرضى، تصيبي ناس هكذا في السبيطارات وعندها هذيك الضحكة على الوجه، ولا غير كي تتلاقاو بيهم تقولوا هادو ما عندهم حتى مشكل يدور في راسهم. المهم كل واحد كيفاش يعرف يتعامل مع هاد الدنيا، وكل واحد كيفاش الفلسفة تاعو في هاد الدنيا. المهم ربي يقدر كل واحد على همه. حنا الا قدرنا هذاك الانسان كان عنده مشكل سمعنا له وحلينا معاه هذاك المشكل، اهلا وسهلا. يعني هو كان قابل دوك، انا خطرات ولا غير نفتح ماشي غير قوس زوج في هذا الموضوع. كاين ناس انتي تحوسي معاهم في الحل للمشكل تاعهم، وانتي من بعد تقعدي يوميا وانتي في هذاك المشكل معاهم، يعني ترقدي به تنوضي به، على بالك بلي حياتك راهي رايحه خلاص تتخلط كامل. هو ما قدر يصيب الحل لنفسه، ما راهو رايح يقتنع بالحل اللي درتيه انتي، ما راهو قادر ينساو. ملي نوض الصبح وهو رافد لك التليفون كما قلت لكم، ويقعد يعاود في هذيك الحكايه دائما حتى تولي هذيك المشكله تاعك ماشي تاعو. يعني انت تروحي تعاوني حتى تصيبي روحك حصلتي في هذيك القوقعه اللي ما راكيش رايحه تخرجي منها. وعلى بالكم باللي كي تسمعوا حاجه تزعف حاجه باينه راكو رايحين تزعفوا، تسمعوا حاجه تضحك حاجه باينه راكو رايحين تضحكوا. وهذا بنادم كما قلت لكم اللي ما راهوش هو ناوي يعاون روحه باش يصيب الحل لروحه باش يريح نفسه، كيفاش راهو رايح يريحك انت؟ يقعد كل يوم وهو يصرع فيك بهذاك بهذيك الحكايه. على بالي هنايا كاين الناس يقولك واش عليه نسمعوا له. ايه تسمعوا له، ماشي كامل مشكل وانا نسمع واحد اخر يسمع، بصح اسكو انا نقعد نسمع وهذا الانسان انا كل يوم انا راني نسمع وراني نعطي له في الحلول؟ هنايا هو الا كان هذا الانسان ماشي مقتنع باش يخرج من هذاك المشكل اللي راهو فيه، والله تمدي له 70 مليون حل ما راهو رايح يقتنع بهم. الحاجه اللي تقنعه انه كي يعيط لك ترفدي له تليفون ويقعد يحكي في هذاك الموضوع نهار وزوج وثلاثه واربعه وخمسه ما لا نهايه. يعني هذاك المشكل يخرج من داره هو يدخل لدارك انت ويسكن في راسك هذاك المشكل. هنا نصيبه هذاك الانسان اللي عنده المشكل بالك هو يرتاح، وانت تصيبي هذيك النفسيه تاعك راهي مدمره كامل. هنا بين قوسين خير نعاونو قد ما نقدرو، الا صبنا هذاك الانسان راهو رايح يكركرنا لهاديك المنطقه تاع الاكتئاب تاعو، ماذا بينا حنا هنايا نهربو من هذاك المشكل باسكو نكونو في واحد مكتئب نصيبو ربعه خمسه من بعد كامل مكتئبين. على بالكم الطاقه السلبيه تعدي والطاقه الايجابيه تاني تتعدي. شوفوا كي تتلاقاو هكذايا مع الناس يكونوا فرحانين ويضحكوا لا شعوريا هكذا، تصيبي روحك انتي تتبسمي وحدك يا لو كان هذوك الناس ما راهمش معاك. الا صبتي الناس تداوس وزعفانه تصيبي قلبك هكذايا مقبوض وتصيبي روحك ماشي مرتاحه. هذا ماشي معناتها انه ما نوقفوش مع احبابنا ولا مع واحد عنده مشكل ولا واحد يعيط لنا وراه المشكل نسمعوا له وننصحوه، بصح هو تاني لازم يكبر عقله وياخذ بهذيك النصيحه ويعرف بلي هذا الانسان اللي خدا من وقته وسمعه وحكى له هذاك المشكل تاعو خلاص باش يعطي له الحل، ماشي باش يقعد يوميا يحكي في هذاك الموضوع نفسه. المهم نكملوا في الروتين تاعنا، وهنا البنات كل وحده واش راهي دير. هنا ماريا مسحت كامل لابوسيغ بالبرودوي ردت الدنيا تشهي، ومن هنايا ايناس رغونت كامل الدنيا غسلت سال دو بان تواليت اعزكم الله، ورمت الرغوه في الله تحكيناها كامل، ولا لا مروه كيما شتو جبدت كامل هكذايا الدنيا بالفخوتواغ والى راهو يقول لي انا ما شكرتينيش كامل. راه قاعد قدامي وقال لي تشكري غير في بنتك انا ما شكرتينيش كامل. انا بين قوسين الناس اللي مداريه تقول لي ناول وائل ما تحكيش عليه، وائل الله يبارك راهو راجل هكذا وشاني رايحه نحكي عليه دوكاتيك، هو راهو قال لي ما كاينش تحكي كامل عليا. العاده هو حشام ما يحبش يدخل كامل في المواضيع ديالي هكذا. ايه قالوا راسو اليوم يا ماما تجبديني في وسط هاد الحكايه راني جبدتو هكذا. وائل سي بون فريناها مليح خلاص واش نقول لهم. هيا اوكي صحيت، مكملين خياتي في الروتين تاعنا ومكملين في الفقرات تاعنا كيما شتو. دنيتنا راهي الله الله تشهي، قالك يا مزيان قالو كان يبقى. اعزكم الله هنايا ايناس راهي تجوز هكذايا كامل في نشاف، كي يكون الريح على بالكم تحلو هكذا تواقي. احنا نمسحو الدنيا هذيك راهي كامل تنشف، كل واحد واش راهو يدير. تانيت من هيك اللي غسلوا الماء اللي نشفوهم، شوفوا الكوزينه كيفاش راهي تولول ما شاء الله، كل حاجه راهي في بلاصتها هكذايا تنقات الحاله.
والحمد لله نروحوا لهذاك الفطور، نكملوا تاني تنديروا شويه على الخفاف. حكمت المحكمه على بنت خالتي دير لنا الخفاف، الخفاف تاعها هايل خياتي والله ما ينشبع. يعني انا قد ما نحاول نديره كيما ديرو هي محال حيجيني بهذاك الذوق اللي ديرو هي. دوك نسيي انا كي تبدا دير فيه نقول لكم الوصفه تاعو يعني سهله وبسيطه، برك برك فيه واحد لاستيوس كي تزيدها هي يجيها الخفاف تاعها من اروع ما يكون. شوفوا خياتي ديروا الكميه تاع الفارينه اللي راكو حابينها، حبيتو كيلو، حبيتو رطل، حبيتو يعني الكميه هنا راهي باينه. ديروا الملح حسب الذوق، حاجه باينه ديروا مغرفه تاع خميره تاع الخبز. هنا درنا وشنو كميه كبيره تاع الفارينه، سي بوغ سا درنا فايت مغرفه تاع خميره الخبز، ونزيدو حاجه باينه مغرفه تاع السكر. هنا اختي تاني راهي غسلت هذاك الفرن ودارت هذوك الريسان تاع الكويزينيير، درناهم كامل في البالكون تشمسوا بعد ما سخنوا هكذايا مليح، جينا نردوهم باش نبداو كما قلت لكم نديروا الاخر ديالنا الخفاف ديالنا ونديروا هذاك تاني الفطور. المهم درنا واش درنا يا ربي، كانت بالجمعه درنا تريده خياتي، تريده بالدجاج. وهنايا كما راكم تشوفوا دارت مغرفه تاع السكر، مغرفه تاع الخميره، هذا ما كان، وتشمخ فيه بالماء، غير تشمخو يعني تلمو هكذايا، تخبطو غير شويه بيدها وتغطيه ببلاستيك وتخليه يتخمر. هذه للمره الاولانيه، هذا هو السر تاعو، تخليه يتخمر باش في المره الثانيه بعد ما يتضاعف الحجم تاعو تحكم حبيبه تاع البيض وباكي تاع خميره الحلويات، يعني تخلطهم مليح مليح يعني حتى يوليو هكذايا كيما المايونيز، باش تضيفهم لهذاك العجين وتبدا تخبط في هذاك العجين اللي كان كما نقولوا تضاعف الحجم تاعو. شوفوا لهنايا راهو خمر هنايا، هذيك الخمره الاولانيه، شوفوا هذيك الحبه تاع البيض، وهذاك باكي تاع خميره الحلويات كيفاش ولا اللون تاعو تقولي مايونيز. هذا هو السر باش يعطينا هذاك الخفاف الذوق تاعو من اروع ما يكون، عندها واحد الخفاف ما شاء الله. شوفوا هنا خياتي تفرغ هذيك الكميه كامل، وكما قلت لكم تبدا تدخلها داخل العجين وتعاود تخليه يتخمر للمره الثانيه. غير يتخمر المره الثانيه حاجه باينه، حتقطعهم هكذايا قريصات صغيورين وتبداو تحلوهم، يا اما ديروهم شغل فيهم هكذايا تقيبه فلوس، ولا ديروهم خفافه، يعني الشكل هذايا ما راهوش مهم، المهم في الذوق. انا هذايا راهو في القناه خياتي، اكتبوا خفاف بين قوسين هكذايا كوزينه بنت القصبه، ولا اكتبوا خفاف كوزينه بنت القصبه حتخرج لكم الوصفه. انا درتو هكذايا مسيسات، شوفوا هنا راهي ماريا تقلي في هذاك الخفاف، وهنايا بنت خالتي راهي تقطع كامل في هذوك الحبيبات، ورانا نقليو باش نشربوا ثاني هذيك القهوه سخونه. كانت هنا الكميه الله يبارك كبيره، قلينا هكذايا النص تاعو، شوفوا كيفاش يجي خفيف خياتي، يجي من اروع ما يكون، الذوق تاعو يجي مميز. وهذيك الحبيبه تاع البيض كما قلت لكم مقبل تعطي فرق كبير لهذاك الخفاف تاعنا. المهم تقليو بالطريقه اللي تحبوها، بالطريقه اللي تساعدكم. كاين الناس يديروا هذيك شويه تاع الزيت ومن بعد يزيدوا في المقله الكبيره، انا ما نحبش هذيك الطريقه، ماذا بيا الافوا يتقلى لاباس عليه، تحبوا تديروا خشين ولا رقيق هذا راهو يرجع ليكم. هنا دارته هي هكذايا رقيق، ودارت تانيت من هذاك الخشين، كل واحد كاين اللي يحب هذيك الفتات لداخل ولا هذيك البابه لداخل، وكاين اللي يحبوا بلاش. صراحه يجي من اروع ما يكون، جربوا خياتي اللي ماشي مدارين يديروه بهالطريقه يديروه، اكيد راهو رايح يعجبكم. المهم هذاك المقطع تاع الفطور كما قلت لكم درنا هذيك تريده افطرنا بها، من بعدها حطينا هذيك القهيوه شربناها. كانت عندنا هذيك سنيوه تاع كيكه الدانات اللي درتها في الفيديو اللي فات، راهي الوصفه تاعها خياتي كما قلت لكم قبل، نخلي لكم هذاك الفيديو تاع الجزء الاول في صندوق الوصف، تصيبوا الوصفه هذه تاع كيكه الدانات اللي درناها، هذوك الحبيبات تاع الخفاف وهاد الكيكه، كل واحد كلا هذيك الحاجه اللي يحبها. كما قلت لكم ديك الخطره خياتي تقدروا تنحيوا هذه الكيكه بكل سهوله من السنيوه، يعني انا اللي حبيتوا تضحكوا عليا جاتني شطاره ما فرغتهاش، زينتها هكذايا من الفوق مباشره بلا ما قلبتها. قلت لكم هذه التدباره تاعي، وليت من بعد رفت هذيك السنيوه ودرتها داخل هذاك الطبسي. هاي لك الطابله تاع القهوه تاعنا، هذوك الحبيبات تاع الخفاف درناهم في هذا الطبق. صراحه يعني قهوه حليب هكذايا نص نص مع حبيبه تاع الخفاف تضرب هكذايا في الراس. فيديو تاعي راهو ينوض يوصل لكم خياتي شويه بكري، اللي ما عجزتش يعني ساهل ماهل ودقيقه يخمر، راهي سخانه تقتل. تقدروا خياتي تنوضوا ديروه
الوصفة تاني. حتى هاد الكيكة تاع الدانات كيما قلت لكم راهي ساهلة مهلة، فيها 4 حبات تاع البيض، نص كاس زيت، نص كاس سكر، نص كاس حليب، 2 باكيات خميرة الحلوى، وتانيت كاس ونص تاع الفارينة نورمالمون. هادو هما برك المكونات اللي فيها، و3 مغارف تاع الكاكاو. هذه هي، اتأكدوا من الاخر. هاي لك هنايا المقطع تخلط لي بين مقبل ودوك راني نقول والله هذيك تريده. كما قلت لكم خياتي هذه التريده، هذه تاع الشري، هذه بزاف بزاف بنينه. راني دايره الوصفه تاعها خياتي بالتفصيل في القناه، كتبوا تريده بنت القصبه اكيد راهي رايحه تخرج لكم الوصفه تاني وتجربوها. هنا يا اختي الكبيره ربي يحفظها راهي تنشف في كامل هذوك الماعن باش تولي كل حاجه لبلاصتها وما تخلطش علينا هذيك الدنيا. كيما مداري نقول لكم هذاك الشغل نمشيو معاه بالحيله، سينو راه رايح يغلبنا، خاصه كي يكونوا كاينين ضياف ولا يكونوا كاينين لمات، هذوك الماعن يولوا يفرخوا حدهم، تحيروا منينهم يخرجوا. مكملين خياتي في الفقرات تاعنا، ودوكا نجوزو نوجدوا هاد التحليه اللي تجي من اروع ما يكون. شوفوا خياتي انا كنت رايحه ندير هدايا غبره شونتيي كاس كامل، ما كانش عندي، درت نص كاس تاع غبره شونتيي ونص كاس تاع الكريمه سائله، درت لها 3 بايط هدايا تاع فلون كراميل درتهم لداخل وخلط، يعني ما درت لا حليب لا ما لا والو، خلطت هذاك هذوك النصوصه، نص كريمه سائله ونص غبره شونتيي. تقدروا ديروا غير غبره شونتيي وتقدروا ديروا ثاني كريمه سائله طلعوها باش ديروا لها هذاك الفلون كراميل، المهم الحاجه اللي راهي متوفره عندكم ديروها. طلعتهم هكذايا شويه بالباتور، من بعد حطيتهم على جنب. ناخذ بيغاكس ولا هكذا هذوك الليمو الفرديين ولا اي حاجه حبيتوا ديروا فيها، ولا ديروا سيرسو كاري هذاك ثاني تيخرج شباب. تحكموا كما راكم تشوفوا هاد اي بسكوي ديروه لداخل وتشمخوه بالحليب، يعني من المستحسن يكون بالحليب، ما حبيتش هكذا يكون بطعم القهوه، والناس اللي تحب القهوه واش عليه تقدر تعوض بالقهوه ولا بالنسكافي. 6 طبقه اولى، من بعد نشد شويه تاع الحليب ونرش هنايا كامل ساير داير. هنا خياتي ما نديروش كميه كبيره هكذا تاع الحليب، ماذا بينا نرشو غير شويه باسكو الكريمه ديجا اللي درتها ما راهيش ثقيله بزاف، راهي شويه خفيفه، ماذا بيا تزيد تمتصها يمتصها هذاك البسكوي اللي راهو من التحت. هنا حنديرو 3 طبقات، درت الكريمه كطبقه فوق هذا البسكوي اللي درناه، من بعد نزيدو الطبقه الثانيه تكون ثاني بسكوي، نزيدو نشمخوها شويه بالحليب ونزيدو الكريمه ونزيدو الطبقه الثالثه، يعني هكذايا 3 طبقات حنديروهم. صدقوني خياتي تجي واحد التحليه من اروع ما يكون، تجي بزاف بزاف بنينه ممتازة، والمذاق تاع الشوكولا والمذاق تاني تاع هاد الكريمة اللي درناها بذوق الكراميل جات ممتازة. كما راكو تشوفو راني نزيد نستف كامل هاد البسكوي من الفوق، رشة خفيفة بالحليب برك، ديجا هو راهو رايح يشرب، يعني الكاطو هذا حيشرب كامل من هاديك الكريمة. انا ماذا بيا الكاطو ما يشرب ليش الحليب بزاف، ماذا بيا يشرب لي السوائل اللي راهم في هاد الكريمة. رشة خفيفة برك هكذا تاع الحليب بالمغرفة، لما تقعدوا تغطسوا فيها وترفدوها وهي تطيح، غير رشة خفيفة برك بركات. بين طبقة وطبقة خليو هذاك الحليب شوية يشربوا هذاك البسكوي باش تفرغوا هذيك الكريمة من الفوق. كيما راكو تشوفوا هنا راني دايرة الطبقة الثانية نفس الطريقة، نزيد ندير البسكوي من الفوق، نزيد نرشو بشوية تاع الحليب ونغطيه بالكريمة. فهذاك الوقت نجوز نحكم الأوبتيلا تاعي، حبيتو بالحليب حبيتوها سوداء، يعني واش حبيتو تقدروا ديروا لداخل، قطعوها طريفات هكذايا صغار ديروها داخل الكاسرونه، ديروا لها مغرفه صغيره برك تاع الزبده، وديروا لها قلت لكم نص كاس تاع الحليب، تخلوها فوق النار، لا مايزينا ولا فارينا ولا والو. اني حابه هذيك صوص شوكولا من الفوق تجيني شغل القوام تاعها يجي هكذايا شويه خفيف. هاي ليك الاوبتيلا تاعي كما قلت لكم. نجوزو نديرو هاد الصلصه اللي حنديروها من الفوق، نقدروا نديروها فوق الموسكوتشو، نقدروا نديروها فوق تحليات، يعني هاد الصلصه راهي ساهله مهله. هنايا تخليو شويه من هاد العلبه تاع الاوبتيلا، درت يعني انايا النص الكبير كامل راني درته لداخل، زدت لها شويه تاع الزبده كيما قلت لكم، وهذاك نص كاس تاع الحليب. هذه هي هنا الصلصه تاعنا خياتي، من المستحسن نخلوها هكذا شويه خفيفه، يعني نخلوها تغلي غليه برك كيما الفلون، ونحيوها من فوق النار نخلوها تبرد باش نجبدو هذيك التحليه تاعنا من داخل الفريجيدار، نفرغوا كامل هذيك الشوكولا من فوق.
هنا عندي المكسرات، عندي شوفوا عندي اللوز بقشورو وعندي اللوز بلا قشور، تقدروا ديروا المكسرات اللي راكو حابينها. وشنو هنايا المكسرات لازم يكون الحجم تاعهم هكذا كبير، مقطعين خشان كيما شتوني انا درتهم، ديروا فوق الوجه تاع هاد التحليه كامل. هنا راهي شدت روحها داخل الفريجيدار، ديروا كامل هذوك المكسرات من الفوق، انا ماذا بيا يبانوا لي هكذايا خارجين. ونحكموا شويه تاع كراميل ولا توفيا ولا الحاجه اللي راكو حابين ديروها، باش تقعد لنا هذيك التحليه تاعنا معسله، باش كي نرميو هذيك صوص شوكولا من الفوق نصيبو هذاك الكراميل هذه كيما راكو تشوفوا لداخل معسله. هاي ليك الشوكولا بعد ما دابت وبردت نفرخها من الفوق. انا هنا تغطى لي شويه هذاك اللوز، زدت كسرت هكذا شويه ورشيته من الفوق باش يقعد الشكل تاعو كامل باين. صدقوني خياتي جات من اروع ما يكون. خلوها برك هكذا تبرد، تشد روحها وقطعوها. تقولي راكو تاكلو هكذا باتيسري من غير فرن، باسكو البسكويت راهي فيها شحال من طبقه، وكي تقطعوها تجي ممتازه. شوفوا كيفاش تجي معسله خياتي، نودكم ما شهيكم. الا ما عجزتوش لهاد العشيه جربوها خياتي، بزاف بزاف بنينه. شوفوا كيفاش راهي شغل معسله وحدها، حتى الداخل تقولي مسكوتشو، وحنا ما راناش دايرين كامل بيسكوي هكذايا، شغل طيب داخل الفرن. شوف كيفاش جات، جات ممتازه. هذه هي الوصفه تاعنا الحلوه السهله مهله والخفيفه ظريفه. نجوزو دوكاتيك خياتي الافريشه بنت القصبه، ونجوزو لهاد الدراوات اللي راكو تشوفوا فيهم. المره اللي فاتت خياتي وريت لكم هذاك الكوفرولي دو بلا دو بلاص وبلاصه ونص، وكانوا كاينين هاد لي زور هامليك هنا، راني فرشتهم داك النهار ما كفانيش الوقت باش نصورهم للاخوات. هاوليك هنا عندنا درا تاع زوج بلاي ست قطع، صافي ربع مخايد، زوج بوا دغوز وزوج هكذايا افلوغ ليزار ولاوس. عندنا 160 على 180، وعندنا 180 على 190. هذا يدير خياتي 450 الف. القماش تاعو من اروع ما يكون، لون تاعو انا دالي عقلي يهبل يهبل. عندنا فيه تانيت في البلاصه ونص، فيها اربعه قطع لاوس ليزر، وعندنا تانيت مخده غوز ومخده كحله بالغوز كيما راكو تشوفوا. تاع بلاصه ونص يدير 280 الف، وهذا يا خياتي هدايا يدير 450 الف. عندنا الكوفرولي ديالو بنفس القماش دوبل فاس يدير 450 الف، وتاع بلاصه ونص يدير 350 الف. يعني هكذا برك على السريع شوفوا كيف رشت هاد الدراوات كيفاش خرجوا، خرجوا من اروع ما يكون ما شاء الله، بزاف بزاف شابين. الناس اللي راهي مهتمه تعيط في نيميرو التليفون اللي راهو خارج على الشاشه، تكموندي فيه هاد لي دغا، ولا تدخل للصفحه تاع الانستغرام ولا الصفحه تاع الفيسبوك بنت القصبه شوبينغ، حتصيب بزاف بزاف لي دغا ولا لي كوفغولي. كاين ناس اللي ربما ما شافتش الفيديوهات اللي فاتوا، تشوف لي موديل اللي راهم كاينين، راني بارطاجيتهم كامل حطيتهم في لاباج، يعني تقدروا تشوفوهم بكل سهوله يبانوا لكم خير وخير. شوفوا خياتي شحال شباب، يهبل يدي العقل، يعني ممتاز. هاي ليك المخده كيما قلت لكم بواد غوز، ومخده وحده هذا في تاع البلاصه ونص، تجي غوز تانيت فيه المقاسات كيما قلت لكم مختلفين. عندنا زوج بلايس وعندنا بلاصه ونص، والكوفرولي تاني في البلاصه ونص وفي زوج بلايس. مكملين خياتي في الفقرات، ودوكاتيك نجوز نوري لكم هاد البيجامات خياتي من اروع ما يكون. شوفوا شحال شابين، حاجه اوريجينال، الكاليتي تاعهم بزاف بزاف شباب. شوفوا هذه قطيفه، هذيك الخفيفه اللي رايحه للحرير، كي تشوفوها هكذا تبان لك لاسوا، مي هي راهي قطيفه. شوفوا عندي فيهم اشكال وعندي فيهم الوان، عندي هذه في الفيكتوريا جايه شغل بليسي خياتي، لا راكو خياتي عندنا ولا راهي باينه الحمراء جايه، عندنا في هذه هي الازرق الملكي، هذا الموديل تاع فيكتوريا، وكاينين لي موديل الشابين نكملوا عندنا في البوادغ تاع دراري صغار، عندنا نورمالمون في الفاغي اللي ما خفتش بزاف، وراني حنهضر لكم على هذوما في الفيكتوريا فيهم لي طاي خياتي. هذوما السعر تاعهم 290 الف توصيل ل 58 ولايه ولغايه باب المنزل مع سعر التوصيل، حاجه باينه. شوفوا لهنا راهي باينه، صدقوني خياتي قد ما شابه يعني كي تتلبس سواء هذه ولا الاخرى، كل واحد والكو ديالو، كل واحد واللون اللي يحبو. كما قلت لكم فيها لي طاي خياتي وفيها الالوان. شوفوا هذه تانيت في الفاغ في الفيكتوريا تانيت من اروع ما يكون، بزاف بزاف شابين وبورتي يعني كي تتلبس تزيد النص. اللي راهي حابه تفشش روحها، العروسه اللي راهي تجهز هاد لي بيجاما، راهم حاجه جديده وحاجه اوريجينال،
حاجه بالطبع والشان، يعني كي تديها تلبسيها في دارك ولا السيده تفشش بها روحها، ماشي شرط هذيك العروسه، راهي بزاف بزاف شابه، وسعر تاعهم ان شاء الله يكون في المتناول مقارنه خياتي بالكاليتي تاع هاد لي بيجاما اللي راني حطيتهم. السعر تاعهم راهو يعني مدروس بعنايه فائقه، راهي 290,000 يديروا على برا بالزيادة أكثر من هاد السعر بزاف، ما نحكيش على السعر اللي راهو في برا، الناس اللي راهي تخرج على بالها شحال راهم يديروا. شوفوا هادي خياتي لوي فيتون شحال شابة، فيها هكذايا الجيوب زوج، وهادي ملبوسة قمة من أروع ما يكون. شوفوا تاني القطيفة تاعها شغل تبان ساتان، وهي قطيفة مهدولة شابة، القماش تاعها تقيل اون بليس، راهي حاجة هما وشان، تديها كادو مراكيش حتحشمي بيها ولا تفرحي بها روحك تانيت بصحتك يا مدام. شوفي هادو، شوفوا هادي تاني كيما قلت لكم كاينين اشكال بزاف وكاينين انواع بزاف. عندي تانيت هادي في الشانل خياتي اللي فيها زوج جيوب، هاديك فيكتوريا الاولانيه فيها جيب واحد، وهادي شانيل فيها زوج جيوب وفيها هاد السنينات شغل كلي دونتيل هكذايا، ولا شغل يبان كيما الكروشي ولا كيما دونتيل، بزاف بزاف شباب وخدمته متقونه. هادي تاني 290، هادي تاني خياتي اللي راكو تشوفوا فيها تاني 290,000، بزاف بزاف شابين. هادي فيها تاع الكبار وفيها خياتي تاع الصغار، كيما راكو تشوفوا فيها، انا ديت وحده هكذا ومرودت وحده تاني في الصغار، بزاف بزاف شابه، حتى يعني ما نقولكمش واش ديت بالذات هكذا باش ما ناثرش على الكو ديالكم، ما نقولكمش الحاجات اللي ديتهم. هذه هبلت عليها بنت خالتي دات هذا النوع هذا الموديل. هذه شوفوا شغل اللون تاعها يتماوج، خطرات تبالكم بلو، خطرات تبالكم قري، خطرات تبالكم اللون تاعها ممتاز. هذيك القطيفه اللي شغل تتلون. عندي تانيت هذه لوي فيتون بجيب واحد من اروع ما يكون، اللون تاعها بزاف شباب، وحتى اللبسه تاعها خياتي ممتازه. هذه تانيت راهي بسعر 290,000، يعني اللي وريت لكم من البدايه لحد الان راهم كامل بسعر 290,000. تطلبوهم خياتي من نيميرو تليفون اللي راهو خارج لكم على الشاشه، تطلبوا لا كوموند تاعكم، لا طاي اللي راكو حابينها، الشكل، ديروا كابتور ولا دخلوا لاباج تاع الانستغرام نحطهم كامل خياتي هكذايا، اكو رايحين تشوفوا لي موديل اللي كاينين. شوفوا خياتي هذه تانيت، هذه شغل في الشتا ما تدخلكش كامل ريحة الشتا، هادو تاع بخي مارك ممتازين، عندي فيهم في الكبار وعندي فيهم في الصغار. تاع الكبار خياتي يديروا 290,000، وتاع الصغار يديروا 250,000. الكاليتي تاعهم بزاف بزاف شباب، هذوك اللي جايين شغل مقطنين لداخل مقطنين على برا ممتازين. وعندي هادوما الحجم الصغير، هادوما اللي راكو تشوفوا فيهم تاع الدراري، عندنا هادو تاع الدبدوب فيهم تاني لي طاي خياتي ولا فيهم العمار. عندنا هذه الكوتشي، عندنا هذه كما قلت لكم تاع الدب كيما هذيك الكبيره، هذه الكوتشي كاين غير في اللون الازرق، وعندي هذه تاع الورده، وعندنا هديه تاع البيج، عندنا هادوما يديروا 230، هادوما اللي وريتهم دوكاتيك في جمله، وعندي هادوما يديروا 250,000، فيهم تانيت ليلاج خياتي. شوفوا شحال شابين، هديه تاع توم وجيري من اروع ما يكون، عندي هذه تاع بوكيمون من اللي راكو تشوفوا فيها، عندي في لاطاي الكبيره ولا في تاع الكبار، وعندي تانيت في تاع دراري صغار، بزاف بزاف شابه ومقطنه. كنقول لكم مروه اللي تقيسها تقول لي ماما ندي هذه. شوفوا هذه تاني شحال شابه، هذه تاع ميني ماوس بزاف بزاف شابه، هذا لا كولور تاعها رايحه شغل الكروفيت شغل اورانج، لون تاعها ممتاز. شوفوا هذه تاني تاع ميني ماوس، وكما قلت لكم هادو تاع بري مارك يجوا بهذيك لافاليز ديالهم ولا بهذيك الساكوشه ديالهم. عندي هادو تاني تاع ديزني من اروع ما يكون، الكاليتي تاعهم بزاف بزاف شابه، وهذيك القطيفه الحنينه الرقيقه، هادوما 230,000 خياتي، هذه تاني 230، هادوما اللي راني نوريهم لكم دوكاتيك 230,000، هادوما اللي جايين في القطيفه شويه رقيقه كما راكو تشوفوا خياتي. الحاجه اللي عجبتكم يا اما ديروا عليها كابتور وتعيطوا في التليفون وتبعتوا الصوره اللي راكو حابينها، سواء في هاد التليفون اللي راهو خارج لكم خياتي في الشاشه، فيه واتساب وفيه فايبر، وتقدروا تاني تبعتوا في الانستغرام بنت القصبه شوبينغ ولا في الفيسبوك بنت القصبه شوبينغ. هكذايا راكو رايحين تشوفوا كامل لي موديل اللي راهم كاينين هكذايا براحتكم. عندي تاني تخياتي عندي اللي فيزو بزاف بزاف شابين، ماركه شابه، حاجه تاع الخارج غير 70,000 برك، حاجه خير من دراهمها. وعندي تقاشر تاع اشي ام، ماشي تقاشر عفوا، ليبا تاع اشي ام راهم 45,000،
هذوك الحجم الصغار، وهذوك اللي يلبسوا حتى العشر سنين حتى ال 12 سنه هذوك 45000، 45 40. هذه هي، هذو هما الاسعار تاعهم. هاد البيجاما تاني كما قلت لكم خياتي، هذه هي دير 290000، هذوما الخشام كامل يديروا 290، وهذوما تاع بريمار كيديروا 230000. الا كش ما خلطت لكم حاجه ولا تقدروا تعاودوا تعيطوا في التليفون هكذايا تكونفيرميو على البخي. شوفوا لي بيجاما كيفاش يجوا، يجوا في الساكوشات تاعهم، هذوما الخشان المقطنين يجوا ممتازين. هذه تاني تاع دونالد اللي راكم تشوفوا فيها بزاف بزاف شابه هايله ممتازه، يعني تشوفوا وحده تنسى وحده، كل وحده والكو ديالها، كل وحده واش تحب تلبس. انا راني جبت لكم شحال من نوع وشحال من موديل، ان شاء الله الايامات الجايين حيكونوا حاجات بزاف بزاف، حيكونوا بنوارات بزاف بزاف شابين خياتي. مساعدنيش الحال باش نصور، كنت خلاص ديجا الفيديو راهو خرج طويل. عندي هاد لي بيجاما يديروا 195000، من اروع ما يكون، واحد الكاليتي تاعهم ممتاز، جايين هكذايا بالجيب، القماش تاعهم حنين والقماش تاعهم واقف، ماشي هذاك اللي تغسل يعاود يولي شغل كيما تشليقة. كاين كيما هادية اللي صروالها زرق، وكاين هذيك اللي صروالها غوز، راهو حس كبير. ما نعرف الا كنت تسمعوا فيا مليح ولا ما راكوش تسمعوني، سمحوا لي برك. هذا ما كان، شوفوا لابوش ديالها كيفاش جايه هذه البيجاما بيان فيني. كما قلت لخياتي التوصيل 58 ولايه والدفع عند الاستلام، وحاجه باينه التوصيل حسب كل ولايه، دزاير والارجي سونتر راهي 40000، والولايات واحد اخرين كاين اللي ب 60، كاين اللي ب 70، كاين اللي ب 80، كل ولايه كيفاش يكون التوصيل تاعها. يعني الاسعار تاع التوصيل ما مش خاصين بنت القصبه، خاصين بالشركه تاع التوصيل. هذه هي، هذه البيجامه اللي قلت لكم تانيت 195000 ممتازه هذه تانيت، وهم لي كليفيزو اللي كنت نحكي لكم عليهم مقبل. المهم مازالوا كاينين حاجات بزاف بزاف، هذه المره راني حطيت لكم هادوما، واليامات الجايين خلوا لي في التعليقات وشنو هما الحاجات اللي راكم حابين تشوفوهم. ابال ما عن للحديث بقيه عليهم باذن الله، اليامات الجايين حيكون كلش في الصفحه تاع بنت القصبه شوبينغ، الحاجه اللي تتمناها المراه راهي رايحه تصيبها ان شاء الله في الصفحه تاعي. هذه هي، كل مره نحط لكم حاجه وكل مره راني رايحه نشارككم بحاجه. شوفوا هاد ليبا الكاليتي تاعهم ممتاز، عندنا من نوفوني، من يعني من حديث الولاده حتى العشر سنين، ليبا الكاليتي تاعهم ممتازه. قلت لكم مقبل من 45 ل 50، نسيت البري خلطت فيه مقبل. ممتازين ممتازين، كامل الاشكال كامل الالوان، وفيهم تاني العمار خياتي، غسلي واللبسي، ماشي قال هذيك ليبا تاع 20 ولا تاع 25 اللي تلبسيها من تتقطع من ولا تشردق من. كي نقول لكم ممتازين ما شاء الله. هذه هي خياتي، واش حبيت نزيد نقول لكم تانيت، اللي راهي حابه تجوز للصالون تاع بنت القصبه مرحبا بها. قبل الدخول المدرسي انا نديرو العلاجات للشعر ولا نيتواياج دوبو ولا حاجات بزاف بزاف انا نديروهم. الدخول الاجتماعي راهو قريب ان شاء الله، دخول مدرسي موفق لوليداتنا. الناس اللي راهي حابه دير كيغاتين ولا البروتيين لوليداتها رانا نديرو سون فورمول، ولا حتى المرا كي تكون هكذايا بالجوف تقدر دير هذاك الكيغاتين لي سون فورمول. الناس اللي عامت وبرونزات وجهها تشلفط ولا وجهها تحرق كامل، تجوز نديرو لها نيتواياج دوبو. كما قلت لكم خياتي رانا نديرو نيتواياج دوبو، رانا نديرو سبايغ، نديرو ليماش، نديرو علاجات كيغاتين، بروتيين، الفيلر، البوتوكس، اي حاجه خاصه بالشعر ولا بالوجه، ولا انا نديرو العنايه باليدين والقدمين اعزكم الله. تانيت لهذيك القشره الميته اللي تكون، هذاك الضفر كي يكون ماشي